انتهت القوات المسلحة المصرية بالفعل من تحقيق أكبر استحواذ على تكنولوجيا الأسلحة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية من خلال إرسال قائمة نهائية إلى روما بما تحتاجه من الأسلحة. وقد نشرت البوابة الإسبانية إنفو ديفانسا قائمة بالأسلحة التي تريد مصر الاستحواذ عليها. ففي هذا الفيديو متابعينا سنتعرف معا على قائمة الأسلحة التي تريد مصر التعاقد عليها في المستقبل، ولكن قبل أن نفعل ذلك من فضلكم متابعينا لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب، فهي أفضل طريقة لدعم القناة ولتشجيعنا على تقديم المزيد إن شاء الله، وشكرا جزيلا لكم. أولا، التعاقد على 24 طائرة مقاتلة من طراز يورو فايتر تايفون. تعد المقاتلة التايفون والملقبة بالإعصار الأوروبي هي المقاتلة الرئيسية لسلاح الجو الأكبر لجيوش العالم، ومنها القوات الجوية بدول إنجلترا وإيطاليا وألمانيا، وتصنف أنها واحدة من أكثر المقاتلات قدرة على التخفي، فهي تعد مقاتلة شبه شبحية، وحصلت على المركز الثالث عالميا في التخفي بعد المقاتلة الجيل الخامس الأمريكية، وتبلغ سرعة المقاتلة 2450 كم في الساعة، ويصل مداها الأقصى بخزانات الوقود الإضافية إلى 3800 كم، وتمتلك المقاتلة رادار بحث إلكتروني نشط من فئة إيسا، ويعد من أحدث رادارات العالم، ولديه القدرة على كشف المقاتلات العدائية من مسافة 250 كم، وكشف الطائرات الكبيرة الحجم من مسافة 360 كم، ولديه القدرة على تتبع أكثر من 20 هدفا في وقت واحد، والتعامل مع أكثر 8 أهداف خطورة. ومقاتلة الإحصار لديها 13 نقطة تعليق للأسلحة، والذخائر 4 نقاط تعليق أسفل الجناح الأيمن، و4 نقاط تعليق أسفل الجناح الأيسر، و5 نقاط تعليق أسفل البدن، مما يساعدها في حمل أنواع متعددة من الذخائر. والمقاتلة لديها القدرة على حمل 7 أطنان ونصف من الأسلحة، وذخيرة بوجود 3 خزانة وقود إضافية، وبدون خزانة وقود إضافية لديها القدرة على حمل 9 أطنان ونصف. وتمتلك المقاتلة تسليحا قويا ومتنوعا، ومن أهم تلك الأسلحة صاروخ ميتيور الأوروبي، وهو صاروخ جو للقتال خلف المدى الرؤية بمدى يصل إلى 110 كيلومترات، ويعد من أقوى صواريخ العالم في فئته، ويعمل على المقاتلة. أيضا صاروخ كروز الشبحي الخارق للتحصينات ستورم شادو، والذي يصل مداه إلى 300 كيلومتر، يحتوي على رأس متفجر وزنه 450 كيلوغراما. وأيضا الصاروخ جو سطح الجوال المضاد للقطع البحرية والسفن والجسور والسدود KEPD 350، والذي يصل مداه إلى 300 كيلومتر ويصل إلى 500 كيلومتر إذا تم إطلاقه من ارتفاعات شاهقة. وأيضا المقاتلة لديها القدرة على حمل جميع أنواع الصواريخ والقنابل الترسانة الأمريكية. إن امتلاك مصر للمقاتلة التايفون يعد نقلة نوعية وإضافة قوية للقوات الجوية المصرية، وخاصة عندما تعمل بجانب أقرانها من المقاتلة الرافال والإف 16 والميك 29 والسو 35، وهذه الإضافة ستجعل القوات الجوية تصنف كأحد أقوى القوات الجوية في العالم، وأكثرها تنوعا وقدرة على ملء الثغرات، مما يجعلها دائما تنفذ مهامها بقدرة فائقة ودقة متناهية وبراعة ساحقة. ثانيا، التعاقد على 20 طائرة تدريب متطورة والقتال الخفيف. طلبت مصر في صفقة القرن التعاقد على طائرة M346، وهي ليست مجرد طائرة تدريب متطورة، بل بمثابة مقاتلة خفيفة تمتلك القدرة على تنفيذ طيفا واسعا من المهام والعمليات والتكتيكات العسكرية الجوية بكفاءة وبراعة متناهية. وهي أيضا طائرة محاكاة متطورة يتدرب عليها الطيارون على التحكم بالطيران والاشتباك والمناورة والسرعة وأنظمة القتال، وتستخدم في تدريب الطيارين على قيادة طائرة الجيل الرابع المعزز والجيل الخامس مثل اليورو فايتر والرافال والإف 18 وحتى مقاتلة الإف 35 والرابتر الشبحي إف 22. وتستطيع الطائرة الام 346 تجاوز سرعة الصوت دون استخدام الحارق، وهي مزودة بتقنية عالية مماثلة لتقنية المقاتلة الثقيلة. ولدى المقاتلة 9 نقاط تعليق للأسلحة، ولديها القدرة على حمل 3 أطنان من الصواريخ جو وصواريخ جو أرض وقنابل موجهة وغير موجهة ومدفع رشاش متطور، قادر على حمل 150 طلقة شديدة الانفجار، وتبلغ السرعة القصوى للطائرة 1255 كم في الساعة، ويصل مدى المقاتلة إلى 2000 كم. ثالثا، التعاقد على 4 فرقاطة فريم برجاميني متعددة المهام. هي فرقاطة بارعة في مهام الدفاع الجوي والصد الهجمات الصاروخية المعادية
ومرافقة وحماية حاملات الطائرات المقاتلة وحاملات المروحيات ومكافحة السفن والغواصات وضرب الأهداف البرية الساحلية والدعم النيراني للقوات في البحار والمحيطات، فهي بمثابة مدمرة بحرية. وتبلغ الإزاحة القصوى للفرقاطة 6900 طنا، ويبلغ طول الفرقاطة 145 مترا، وتصل سرعتها القصوى إلى 56 كيلومترا، وتستطيع الوصول إلى مدى 12000 كيلومترا، وتتكون من طاقم 145 فردا، وتبلغ طاقة الاستيعابية لها 200 فرد، ولديها القدرة على البقاء في المياه لمدة 45 يوما متواصلا. وتمتلك الفرقاطة قوة نيرانية كبيرة ومتنوعة، حيث ستمتلك فرقاطة صفقة القرن عدد 32 خلية إطلاق عمودية VLC لإطلاق الصواريخ أستر 30 المتخصصة في ضرب المقاتلات والمروحيات والطائرات بدون طيار، والصواريخ الجوالة والصواريخ البالستية، ويصل مدى صاروخ أستر 30 إلى 120 كيلومترا، وتصل سرعته القصوى إلى 4.5 ماخ. أيضا إطلاق صواريخ أستر 15 عالية الكفاءة في ضرب الأهداف الجوية العالية المناورة، ويعمل بنمط الاستدام المباشر والانفجار عند أقرب مسافة من الهدف، وتبلغ سرعته 3 ماخ، ويصل مداه إلى 30 كيلومترا. وتعمل على الفرقاطة صواريخ أوتومات MK2 بلوك 5، وهو صاروخ مضاد للسفن والأهداف البرية الساحلية، ويمتلك قدرة عالية على المناورة وتحمل التشويش الإلكتروني، ويبلغ وزن رأسه الحربي 210 كيلومترات بسرعة 0.9 ماخ، بما يعادل 1100 كيلومتر في ساعة بمدى يفوق 200 كيلومترا. رابعا، التعاقد على 20 قاربا دورية ساحلية مع نقل التكنولوجيا التصنيع. طلبت مصر في نفس الاستحواذ التعاقد على 20 من السفن المتخصصة في مهام الحماية الساحلية، متضمنا للتعاقد نقل التكنولوجيا التصنيع لترسانة الإسكندرية. وتلك القطع لن تكون لنشأة صواريخ كما هو معتقد من قبل البعض، بل ستكون من فئة PPA التي تعرف بالسفن المهام الساحلية المتعددة الأغراض. إسناد الفرقاطة فريم الثقيلة وإحلال الفرقاطة الخفيفة المتقدمة من الخدمة، وستكون عبارة عن كورفيت بزئاحة من 1500 إلى 2000 طنا لمهام الدفاع والحماية الساحلية. وتمتلك القطع قدرة نيرانية كبيرة وأسلحة وذخائر متنوعة تجعلها قادرة على القيام بكافة المهام البحرية الموكلة لها بكفاءة. خامسا، وسائل المراقبة من ضمنها قمر صناعي متخصص في أعمال البحث والمراقبة، والذي يندرج تحت فئة أقمار التجسس العسكرية، وهو قمر صناعي إيطالي براينت، ويعتبر ذرة إنتاج شركة تيليسباسيو الإيطالية في المجال العسكري، وهو قمر متخصص في التجسس والتحليل وإنتاج التفسيرات للمعلومات المحصلة. ويستطيع القمر العمل في نطاق إيمنت، وهو اختصار لإيمج إنتليجنس، وهو يعني الحصول على المعلومات وتحليلها وتقديم المقترحات في آن واحد. القمر له القدرة على نقل البيانات في وقت حقيقي لحدوث الحدث، ويستطيع التعرف على الأهداف المراد التجسس عليها، من كونها قواعد جوية أو برية أو مواقع صواريخ أو مدفعية أو غيرها من الأنواع المنشآت العسكرية. ويستطيع القمر تحديد قوة العدو والمحيطة بالهدف من القوات المدرعة أو المشاة أو المدفعية وما إلى ذلك، ويمكنه مراقبة الحدود والنقاط الحدودية ورصد الحركات المشبوهة والغريبة وتحديث إذا كان هناك خلل في السلوك أو النمط المعتاد للمنطقة. ولديه القدرة على استطلاع واسع المجال ورصد الأنشطة المريبة للعدو ورصد تجميع قوته وتسريحها وتفتيكها. متابعينا، لقد وصلنا إلى نهاية الفيديو. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لتصلك فيديوهات مختلفة حول الثقافة العسكرية. وشكرا جزيلا لكم.